مثلا محمد الامين عموره بلال، انا سمعتك تتحدث على او تستغرب انه كيفاش كاين بزاف لاعبين قدماء ومختصين قالوا علاش ما استفادش منه المدرب كاساسي، لانه في المباراه الاولى كان معاقب، المباراه الثانيه امام بوركينا فاسو. والله يعني مشى في المقابله الاولى كان معاقب، المقابله الثانيه دخل يعني ما بين الشوطين، دخل دونطري ما بين الشوطين اللي كان عنده تحركات وعنده هو السرعه اللي عنده، والفريق الموريتاني لازم نستعملوا السرعه تاعنا. وشفت انا اللي زوج مقابلات على الفريق الموريتاني، يعني المدرب راه شاف دي فيزيون لي ماتش، يعني ماشي غير هاد لي دو ماتش، يعني تجيب ميم لي ماتش تاع لي كاليفيكاسيون ديالهم، سواء لي كاليفيكاسيون لا كوب دافريك ولا هاد المره اللي لعبوا كاليفيكاسيون لا كوب دي موند، يشوف لي ماتش ديالهم ويشوف يعني نقطة الضعف تاع الفريق الموريتاني اليوم. يعني كي يكون عندك بحجم يعني عمورة اللي عنده لا فيتاس بتاتر في الدورة هذه، نقول يعني اللاعبين اللي موجودين في هذه الدورة بتات نيميرو اللي عنده لا فيتاس في عمورة اللي لازم نستعملوه في الهجمات تاعنا وفي صحيح. طيب انت يبدو من الكلام تاعك بلال متفائل. ان شاء الله متفائل، وشعب الجزائر يتفائل، لازم يتفائل، وان شاء الله راح نفوز على الفريق الموريتاني وان شاء الله نريح في بواكي ان شاء الله. رغم انه كاس افريقيا كما قلنا، حتى النتيجه تاع كوت ديفوار الان وربما نتائج تاع منتخبات كانت مرشحه ما عدا السنغال الذي ربما اكد السنغال والكاف فير، يعني والراس الاخضر اكدوا السنغال اكثر اكدت باللي